بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أرحب بكم معنا لطلبة طلاب جوجلز بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، وأشكركم على حسن استضافتنا والجهد المبذول في الإعداد لهذه الدورة. أتمنى أنكم تستفيدين معنا اليوم، وإذا كان قريب منك الجوال أو حطيه على الصامت وحطيه على وضع الطيران، حاول تجلسين في مكان بعيد يعني عن الفوضى لتحقيق أقصى فائدة من الدورة التدريبية. طبعا في البداية راح أعرفك بنفسي. أنا أحمد سامي العليوي، أحمد سامي العليوي، تقدرين تصدقين عبر فايلي في لينكدين، وهذا إيميلي موجود. طبعا انا مهتم بتعلم الاله، وكملت الى الان 222 كويست، اي ما يعادل 250 لاب على منصه كويك لابس. طبعا المجالات عندنا في البرزنتيشن صور المجالات المتاحه للتعلم مع جوجل تنقسم الى اربع اقسام، منها الفلاتر اللي فيها الاندرويد، وفي جوجل اسيستنت، وفي الحاسبه السحابيه، وفي تعلم الاله. هي ايش؟ هذه هي التكنولوجيز الموجوده اللي تستخدمها جوجل على منصه جوجل كلاود بلاتفورم او منصه جوجل السحابيه. طبعا جوجل لها عده ابحاث في تعلم الاله، منها المجالات الطبيه، واشهر ما توصلت اليه جوجل في المجال الطبي هو نوعين. اولا هو عباره عن اكتشاف مرض العمل لمصابي السكري، الاكتشاف المبكر لذلك، والحاجة الثانية هي الفحص المبكر عن الأورام السرطانية. طبعا من النوع التصنيف هذا يكون باستخدام التعلم العميق اللي هو موضوع الدورة لليوم. إذا حابة تطلعين على أبحاث جوجل، اكتبي جوجل ريسيرش في الجوجل وراح تشوفين عدة أبحاث متنوعة جوجل تعملها. طبعا مواضيع الدورة اليوم اللي راح أتكلم فيها هي مفهوم الذكاء الاصطناعي، وراح اتكلم ايضا في مفهوم تعلم الاله والتعلم العميق. راح ايضا اقدم شرح عن الفرق بين الذكاء الاصطناعي وتعلم الاله والتعلم العميق. ايضا راح اتكلم عن الاسباب التي ادت الى انتشار التعلم العميق مع نظره على دالتين، وراح اتكلم كيف هالدالتين غيرت مفهوم التعلم العميق. الداله الاولى هي داله سيجمويد، والداله الثانيه داله ريلو. ايضا راح اتكلم عن الشبكات العصبيه وانواعها. طبعا الشبكات العصبيه هي المستخدمه في التعلم العميق، وراح نتكلم كتطبيق على استخدام الشبكات العصبية في التعلم العميق، توقع أسعار المنازل كتطبيق. أيضا راح أتكلم عن الشبكات العصبية الترشيحية ودورها في التعرف على الصور. بعدين راح نطبق على منصة كويك لابس كيف نقوم بتحديد الأشكال من خلال الصورة. طبعا مفهوم الذكاء الاصطناعي هو المجال المعني ببناء خوارزميات قادره على حل المشاكل وانجاز المهام المختلفه بكفاءه عاليه جدا عبر محاكاه العقل البشري. طبعا الاله مستحيل توصل للمستوى البشري، لكن نحاول نحاكيها في اشياء تقدر الاله تفهمها، بس لازم يكون موجود العامل البشري عشان يتدخل ويؤدي دوره في حلول وانجاز المهام المختلفه. طبعا اول ما ظهر مصطلح الذكاء الاصطناعي كان اول مره على يد العالم الامريكي جون ماكارثي، وهذا كان عام 1956. طبعا الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي يعتمدون على مجال على العديد من الاليات من اجل بناء برمجيات وتطبيقات. هذه البرمجيات والتطبيقات تمتلك صفه الذكاء، مثل عندنا لما ندخل على الفيسبوك ونرفع صوره يقوم الفيسبوك يحدد وجهنا من بين الصور ويعلم عليه باسمنا. طبعا التعلم الآلي هو أحد أشكال الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى بناء برمجيات ذكية اعتمادا على فكرة بسيطة وهي التعلم من الخبرة. الحين عشان نعرف الفرق بين التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، قلنا إن التعلم الآلي يعتمد على فكرة بسيطة وهي التعلم من الخبرة، أي يكون التعلم الموجه فيها مثلا او التعلم المعزز. هذا مثال. طبعا انا الحين راح ارسم لك مخطط، المخطط هذا راح تستفيدين منه على اساس تتعرفين على التعلم العميق ويكون مدخلك على التعلم العميق.
طبعا عندنا البورد هنا، انا راح ارسم في البورد لك المخطط عشان يكون واضح. في عندنا هو هنا نقول هنا ذكاء برنامج اسمه طبعا عندنا هنا طبعا عندنا هنا في قمة الهرم ذكاء اصطناعي، نقول ذكاء اصطناعي او AI. هنا اول شيء نشوف هل يبحث عن انماط كميات هائله من البيانات، نقول هنا بيانات. هل يبحث الذكاء الاصطناعي في كميه هائله من البيانات؟ اذا كان الجواب لا ننسى، هذا مو ذكاء اصطناعي. اذا كان الجواب نعم هذا تعلم آلة، يسمى تعلم آلة. طبعا الحين عرفنا ان هذا تعلم آلة. طبعا هل هذه الآلة تتلقى تعليمات تتعلق بأهداف البحث؟ تعليمات عندنا. الحين احد يقول لي الجواب لا، في عندنا جواب لا، في عندنا جواب نعم. اذا كان الجواب لا، هل هذا يستخدم طريقة التجربة والخطأ عشان الوصول إلى هدف معين؟ تجربة وخطأ. إذا كان كذلك، إذا كان كذلك أو إذا كان كذلك هو تعليم معزز، أما إذا كان لا فهو تعليم غير موجه، أما إذا كان نعم هذا يسمى تعلم موجه. الحين عرفنا هو تعلم موجه، نقول هل هيستخدم شبكات عصبية؟ إذا كان نعم، وهذا التعليم المعزز وغير المعزز والتعليم الغير موجه، هل يستخدم شبكات عصبية؟ إذا كان الجواب نعم، مرحبا بك في التعلم العميق. إذا يستخدم شبكات عصبية، إذا كان لا يستخدم شبكات عصبية انسى، التقنية هذه لا تستخدم التعلم العميق. هذا طبعا مخطط مبسط بالنسبه للذكاء الاصطناعي. طبعا الرسم لك عليه لانه قاعد يرسم بصبعي، فعذرا على ذلك، اتمنى الفكره وصلت يعني. طبعا راح نسوي كلير على اساس انه بنحتاج المكان هنا. نرجع للباوربوينت. طبعا هنا قلنا الذكاء الاصطناعي هو موجود في قمه الهرم، هي برمجيات مؤتمنة لها القدرة على استشعار الفهم واتخاذ القرارات، يندرج تحتها تعلم الآلة. تعلم الآلة هي عبارة عن خوارزميات مبنية باستخدام نماذج رياضية لأتمامة اتخاذ القرارات بالاعتماد على البيانات. يندرج تحتها التعلم العميق، وهو إحدى فروع تعلم الآلة الذي يستخدم الشبكات العصبية الاصطناعية لإيجاد الروابط المباشرة والغير المباشرة بين المدخلات والمخرجات المطلوبة بشكل تلقائي بالاعتماد على كمية كبيرة من البيانات. طبعا شو الفرق بين تعلم الآلة والتعلم العميق؟ عندنا مدخلات، المدخلات هذه نستخرج منها ميزات بيانات وتدخل الخوارزميات تعلم الآلة وتعطينا مخرجات، هذا هنا يكون تعلم الآلة. بينما في التعلم العميق عندنا مدخلات تدخل خوارزميات تعلم العميق وتعطينا مخرجات، هذه الطريقة اللي تعمل فيها الخوارزميات الخاصة بالتعلم العميق. طبعا بما ان احنا كنا نتكلم اليوم عن التعلم العميق، فراح اشرح لك شنو هو مفهوم التعلم العميق بشكل بسيط. اذا كان عندنا الآلة تستخدم شبكات عصبية ايا كان نوعها، فهذا يسمى تعلم عميق، هو احدى صور التعلم الآلي اللي تكلمنا عليه قبل. التعلم الآلي يعد احد فروع الذكاء الاصطناعي. كل التعلم الآلي فرق عن الذكاء الاصطناعي أنه يستخدم تدريب تعليم موجه وغير موجه، والتعلم الآلي يعتمد على خوارزميات يمكن تغذيتها ببيانات فتقوم بتحليلها للوصول إلى استنتاجات. أما التعلم العميق فيتميز بوجود مستويات مختلفة من الخوارزميات التي تكون شبكات عصبية اصطناعية. هذه الشبكات لها القدرة على فهم البيانات سواء الغير منظمة أو منظمة مثل الصوت والصور، هذه غير منظمة، أو البيانات في جداول، البيانات مثل في الإكسل أو في السيكوال، هذه تسمى بيانات منظمة. أيضا الأنماط المعقدة مثل اللغات والصور والكلام، وراح نشوف كيف نسوي Object Detection بعدين في اللاب.
لما نشتغل على منصة جوجل كلاود بلاتفورم. طبعا كيف يعمل التعلم العميق وتطبيقات، وش التطبيقات الموجودة عليه، شنو التحديات الصعبة اللي تواجه هذا النوع من التعلم؟ طبعا يعتمد التعلم العميق على الشبكات العصبية في عملية التعلم. هذه الشبكات العصبية تقوم بمعالجة كمية ضخمة من البيانات من خلال تمريرها عبر ما يعرف بالشبكات العصبونية العميقة Deep Neural Network. طبعا بشكل مبسط راح ارسم الشبكة العصبية، تكون هذه نيورون، هذا عندنا مدخل X وعندنا مدخل Y. طبعا هنا المدخل المخرج يدخل على دالة، سواء كانت الدالة هذه سيجمويد أو كانت ريلو. هذه شبكة عصبية بسيطة مثال عليها. طبعا الشبكة العصبية هذه تقوم باستخراج معلومات مفيدة من هذه البيانات، وهذه الشبكة العصبية تحتوي على طبقات، تبدأ بطبقة لإدخال البيانات وتنتهي بطبقة لإخراج البيانات اللي تعطي النتيجة، وبينهم عدة طبقات. هالطبقات هذه تستخدم للتحليل والاستنتاج. يطلق عليه هذه الطبقات اللي بين طبقة إخراج النتيجة وطبقة إدخال البيانات يطلق عليهم الطبقات الخفية. كيف تتم عملية التعلم من خلال استخدام الطبقات؟ تلتقط كل طبقة في هذه الشبكة معلومات محددة أو نمطاً محدداً من البيانات، وتنقلها لطبقة أخرى للتدرب عليها باستخدام خوارزميات تعلم، ثم تحليلها لتصبح نموذج جاهز للاستفادة منها. ولكل عصبون في الشبكة وزن، هذا الوزن يحدد أهمية كل عنصر بالنسبة لباقي العناصر، ومع تزايد حجم البيانات المدخلة يتم تعديل أوزان العناصر مرارا وتكرارا. الهدف من إيش؟ زيادة دقة النتيجة النهائية. طبعا أمثلة على الشبكات العصبية عندنا الديب نيرال نتورك اللي هي العادية، هذه تستخدم مثل توقع أسعار المنازل، أو تستخدم حق تحديد الـ مثلا قلنا عليها مثل توقع أسعار المنازل. والمثال الثاني اللي عليها هو الإعلانات الإلكترونية، هل هذا تم النقر عليه أو لم يتم النقر عليه. النوع الثاني الكونفوشنال نتورك أو الشبكات العصبية الترجيحية، هذه مثال عليها الشبكات العصبية الترجيحية. نقول مثال على الشبكات العصبية الترشيحية هو التعرف على الصور الـ CNN. والنوع الثالث عندنا Recurrent Neural Network أو الشبكات العصبية المتكررة، وهذه نستخدمها حق التعرف على الكلام Speech Recognition مثلا، أو Machine to Machine Translation أو ترجمة اللغة إلى اللغة الثانية. طبعا في المجال العلمي نستخدمها الشبكات العصبيه مثل التنبؤ بالاحوال الجويه مثل حاله الطقس. بعد ما نجمع بيانات عن الطقس والاحوال الجويه نقدر نستخدمها ايضا للتنبؤ بالطقس. ومجال الصور والفيديو، احنا نشوف مثلا عندنا صوره موجوده بالابيض والاسود، باستخدام خوارزميات التعلم نقدر نصور نلون هذه الصوره اللي بالاسود والابيض. يعني مؤخرا استخدموا الشبكات العصبيه حق رسم تمثال حق شخصية مشهورة في إيطاليا قديمة موجودة في المتاحف، هي الظاهر اسمه الإسكندر أو حاجة. الحاجة الثالثة في المجال التجاري يستخدمونها مثل حق السلع والبيع بالتجزئة. طبعا البيانات إحدى التحديات اللي تواجه التعلم العميق هي وجود بيانات ضخمة. طبعا البيانات الضخمه قد تكون موجوده في المجال التجاري مثلا مجال التسوق والشغلات هذه بكميات هائله، ونقدر نحصل عليها بسهوله، بينما في المجال الصناعي يصعب علينا تحصيل مثل هذه المعلومات. وايضا توجد اساليب سهله لخداع انظمه الذكاء الاصطناعي، لو تكتبين عنها تبحثين في الانترنت تقدرين تحصلين سبل بسيطه جدا. يعني مثلا شخص بيدخل على كاميرا تميز وجوه الاشخاص، هذا الشخص يقدر يصور صوره ويرفعها في وجه الكاميرا، تقوم الكاميرا تتعرف على الصورة نفسها على أنها شخص، ما تتعرف على الشخص الحقيقي. فيمكن ببساطة بعض الأحيان خداع أنظمة الذكاء الاصطناعي. فوجود أنظمة لا يتم خداعها بسهولة، فهذا إحدى التحديات التي تواجه التعلم العميق. طبعا إحنا قلنا التعلم العميق مربوط بالشبكات العصبية. إيش معنى الشبكات العصبية؟ أنا وريتش مثال على إحدى الشبكات العصبية.
اللي هو قلنا عصبية بسيطة، وراح قلنا انه راح ناخذ مثال ايضا توقع اسعار منازلك بغاش شبكة عصبية. مصطلح التعلم العميق يشير الى تدريب الشبكات العصبية، بعض منها ذو حجم كبير جدا. طبعا مثال على ذلك توقع سعر المنازل. احنا راح نستخدم 6 مجموعة من البيانات، وهذه البيانات عبارة عن حجم المنزل بوحدة المتر مربع، وايضا لدينا سعر المنزل المستخدم كمثال التي سوف نستخدمها للدالة للحصول على السعر المتوقع. بما ان عندنا اسعار وحجم منزل، فهذه راح تكون دالة خطية. الدالة الخطية هذه يعني نقول احنا لما نرسم هنا نقول هنا عندنا دالة خطية، هنا سعر المنزل، نقول سعر المنزل هنا، وهنا حجم المنزل اللي هو بالمتر مربع. طبعا احنا قلنا عندنا 6 منازل، نقول 1 2 3 4، وهنا نقول عندنا منزل. احنا عشان نرسم دالة، هذه الدالة عشان نشوف اقرب شيء منها. طبعا هذا عندنا خط، طبعا احنا نعرف ان سعر المنزل ما راح يكون بالسالب، فنفرض هنا صفر قيمته لمن ترجع له هذه. هذا الخط، المعادله الخطيه، يسمى يعني اذا عندنا عرفنا سعر المنزل الفلاني قيمه مثلا نقول 100 لحجمه 200 قيمته نقول هنا 500,000، ولحجمه 300 قيمته 700,000. باستخدام مجموعة من البيانات ندخلها اكس الى الدالة عندنا، الدالة الريلو هذه، عشان تعطينا مخرج اللي هو سعر المنزل. طبعا هذا شبكة عصبية مبسطة. نقدر نحاول عشان نوجد دقة اكثر، لازم ان احنا نعطي معطيات اكثر، مثل عدد الغرف. مثل عندنا هنا نقول عدد الغرف، هذا نقول احد العنوان البريدي، البوست كود صاد باء العنوان البريدي نقول هنا. عندنا ايضا الحي المكان فيه، هذا كلها تدخل على شبكه، وهذه تدخل على شبكه، هذه ايضا تدخل على ذا المدخل، وهذه تدخل على ذا المدخل، وبعدين يدخلون عندنا هنا على داله معينه ويطلع لنا النتيجه. طبعا هنا في اوزان يسمونهم W1 W2، وهذه هنا X1 X2 X3، يدخلون على مع دقيقة عشان راح أرتب حاجة على الكويك لابس عشان أشغل اللاب بعدين إن شاء الله، بس خليك معايا. أوكي رجعت أنا. فهذا الحين لما ندخلهم، احنا الحين ايش سوينا؟ زدنا كمية البيانات، زدنا البيانات المدخلة، وزدنا حجم الشبكة العصبية. الطبقة عندنا هنا شبكة هذا المدخلات، وقلنا هذا المخرج، وهنا هذه يسمونها الطبقات الخفية. احنا بما ان احنا زدنا كمية البيانات المدخلة الى الدالة، وايضا زدنا حجم الشبكة العصبية، هذا راح يعطينا نتائج افضل للتوقع. ننتقل للي بعدها. طبعا بناء الشبكات العصبيه، الحين بعدين راح اشرح كيف شنو داله الانحدار الخطي، وايضا راح اتكلم ان بناء الشبكه العصبيه يحقق نتائج افضل في نوع التدريب الموجه، اي ان احنا نعطيه بيانات ونعرف نتيجتها. طبعا عندنا نموذج يسمى فكره كود تجربه، او ايديا كود اكسبيرمنت. الفكره من هذا النموذج ان احنا يوجد فكره لشبكه عصبيه ونريد تطبيقها في كود. عشان نطبق هذه الفكره نحتاج كمبيوتر ذو قدرات سريعه، لان عمليه التدريب عمليه مكرره، فاذا كان الكمبيوتر بطيء هذا لا يؤدي الى نتائج جيده. فبالتكرار ووجود كمبيوتر ذات قدرات سريعه يسهل علينا عملية التجربة التي تؤدي إلى حصول على النتائج المرجوة. وبسبب التطور الحاصل في المجتمع وتحول مجتمعنا إلى مجتمع تقني، وأيضا استخدامنا الكثير للعالم الرقمي، فهذا أدى إلى مجال تطور الشبكات العصبية. بسبب عدم وجود كميات كبيرة مثالية، لا يمكن التدريب على نطاق واسع،
وللحصول على نتائج أفضل مهم إن احنا نزيد حجم الشبكة العصبية وأيضا نزيد البيانات المدخلة. طبعا التدريب الموجه والشبكات العصبية وأسباب انتشار التعلم العميق، قلنا إن عندنا ثلاثة أنواع من الشبكات العصبية، مثل منها CNN الشبكات العصبية الترشيحية، الكونفولوشنال نيورال نتورك، وعندنا الديب نيورال نتورك الشبكات العصبية العادية، وعندنا الريكيرنت نيورال نتورك اللي هي الشبكات العصبية المتكررة. طبعا ليش انتشر التعلم العميق في الفترة هذه ولا انتشر من قبل؟ هذا بسبب ثلاث أسباب رئيسية، في عدة أسباب بس الثلاث الأسباب هذه رئيسية: القدرات المتزايدة لمعالجات الرقائقات مثل السي بي يو والجي بي يو اللي هي تسمى وحدات المعالجات الرسومية عامة الأغراض، أيضا الحجم المتزايد للمعطيات المستخدمة في التدريب، والتقدم الحديث في تعلم الآلة ومعالجة الإشارات والمعلومات. هذه أدت إلى انتشار التعلم العميق. زي ما نشوف عندنا هنا رسمين بيانين، الرسم الأول يبين كيف تغلبنا على المشكلة. لما كان عندنا كمية البيانات قليلة كان الأداء كان الأداء عندنا هنا نوعا ما ليس بالجيد، بينما لما زدنا البيانات وزدنا الشبكات العصبية لما عندنا حجم small أعطتنا النتائج هذه النتيجة، لما زدنا الميديوم أعطتنا نتائج أفضل، ولما خدنا حجم large أكبر أعطتنا نتائج أفضل وأفضل. طبعا أيضا إحدى الأسباب هو إيجاد تغير من الدالة سيجمويد إلى دالة ريلو. طبعا الريلو هي عبارة عن rectified linear unit، هذه دالة تنشيطية. طبعا شو المشكلة في هذه الجنيني؟ لو نطالع هنا من سالب خمسة إلى خمسة، هنا عندنا لما نحاول نوجد الميل حق خوارزميات أصل التدرج يكون قريبا من الصفر، كون الميل قريب من الصفر يقلل من مقدار التعلم، بينما الميل هنا شايف كلها رايحة على الواحد تصاعدية قاعدة تصعد، يكون الميل هنا قريب من الواحد وما يعطي أفضل نتائج التعلم. طبعا في التصنيف الثنائي عندنا احدى الاشياء المستخدمه في التعلم العميق هي حاجه تسمى التصنيف الثنائي. التصنيف الثنائي بكل بساطه اختيار بين قيمتين. طبعا كشكل مبسط مثلا الصوره هذه قطه ام لا، اذا كانت قطه تكون واحد، اذا كانت ليست قطه بصفر. طبعا هذا مثال مبسط، بس هذا الشيء مو يعني ان التعلم العميق بس فائده ان انا اعرف صوره ذي قطه ولا لا، يستخدمونه في البنوك عشان يشوفون التحول القادم، هل هذا تحول احتيالي ام تحول ام تحويل ليست احتيالي. هذا عمليه مهمه، وهذا يستخدم باينري كلاسيفيكيشن، يعني مثلا واحد يكون هذا تحويل سليم تجري عمليه معالجته وقد تحول مبالغ كبيره جدا، بينما تحويل قيمة الصفر هذا تحول احتيالي والبنك يوقف عملية التحول، فهذه لها فائدة قصوى في البنوك والمجال المالي. طبعا الخوارزميات الشائعة التي تعتمد على التصنيف الثنائي منها الانحدار الخطي، هو اللي راح نتكلم عنه اليوم، بس في خوارزميات ثانية منها شجرة القرار، في عندنا الكينيرست نيبرز، في عندنا السبورت فيكتور ماشين، في عندنا النايف بايس. طبعا احنا اهم شيء اليوم راح نتعامل معه هو الانحدار الخطي. طبعا راح نتكلم عن حاجة اسمها دالة الكوست او دالة التكلفة والانحدار الخطي. عشان تفهمين الشغلات اللي راح اتكلم فيها الحين لازم انا ابدأ اسوي معادلات بسيطة عشان اوضح الفكرة. طبعا احنا عندنا دالة fx تساوي y، يعني عندنا قيمة x نحطها في الدالة ونعوضها تعطينا y. طبعا احنا الحين نفترض قيم، نقول x يساوي لما x تساوي صفر ال y عندنا تساوي ثلاثة، ولما ال x عندنا تساوي اثنين ال y عندنا تساوي كم؟ نقول خمسة، ولما ال x تساوي عندنا ثلاثة ال y تسمى عندنا سبعة. طبعا من النظر احنا نقول لما نضرب من النظر حاول نضرب الدالة نقدر نستنتج نتيجة سهلة احنا كبشر، نقول 2 ضرب 0 زائد 1، 2 ضرب 2 2 ضرب x زائد 1 يعطينا النتيجة.
مثلا لم هنا قلنا نقول واحد هنا، عذرا عن المفروض هذا واحد وهذه ثلاثة، اثنين ضرب واحد زائدا اثنين يساوي ثلاثة. الحين هنا اثنين ضرب اثنين، اثنين ضرب اثنين يساوي اربعة زائدا واحد يساوي خمسة، اثنين ضرب ثلاثة ستة زائدا واحد يساوي سبعة. احنا كبشر نفهم هالشيء بسرعة. الآلة ما تعتمد على هالشيء، الآلة تعتمد على الدالة، الدالة العامة، الدالة العامة حق التعلم الآلة هي جي اكس دبليو يساوي واي القيمة المفترضة. احنا عشان نعرف القيمة المفترضة هذه كيف نوصل لها لازم نجيب الدالة القريب منها، هي عبارة عن نقول جي اكس دبليو يساوي دبليو 1 اكس زائد دبليو 0. طبعا دبليو 1 والدبليو 0 متغيرين، بس كيف نوجد اقرب القيمه لهم بحيث انها تكون القيمه المتوقعه قريبه من القيمه الحقيقيه؟ على اساس نوصل لهالنقطه هذه لازم نستخدم داله اسمها داله الفرق، مربع الفرق او سكوير ايرور. هذه الداله هي L يساوي هذه الفرق المفترضه الحقيقي القيمه الواقعيه بالتربيع يساوي W1 X زائدا W0 minus Y الكل تربيع. احنا عشان نحقق افضل نتائج لازم هذا يمثل لنا مقياس مدى القدرة في التعلم، ونحتاج ان قيمة L تكون اصغر ما يمكن، فنقوم بتحديث W0 و W1 بقيم ثابتة. كيف نقوم بتحقيق هذا القرض؟ عشان نحقق هذا القرض نستخدم بالاشتقاق. الاشتقاق يقوم بحساب قيم مهمة جدا وهي مدى تسارع الدالة، حيث يمكن حساب القيمة الصغرى لدالة معينة مشتقة موجهة دالة تزايدية سالبة أو دالة تناقصية، إذا موجبة دالة تزايدية وإذا سالبة دالة تناقصية. سالبة تزيد القيمة، موجبة ننقص القيمة فيها. طبعا عندنا الـ W1 قيمتها لازم نكتب الـ W1، الـ W1 اللي عبرت عنها هذه الـ W1 تساوي W1 تساوي W1 ناقصا دلتا L X على دلتا W، أوكي؟ والـ W0 تساوي فهذه W1. طبعا المشكلة احنا لما بعض الحين نشتاق تحدث زيادة مفاجئة، عشان هالزيادة هذه نتجنبها نضيف حاجة اسمها معامل التعلم أو ألفا، فتصير النتيجة عندنا هنا W1 minus ألفا مضروبة في دلتا L. طبعا احنا استخدمنا هذه ولا استخدمنا هذه لأن عندنا متغير واحد اللي هو ال L الاكس، عندنا متغير واحد الاكس على W1. هذا حطينا المعامل التعلم الفا عشان ما تحدث زيادة مفاجئة. لما تكون قيمة الفا كبيرة هذا يساعد على التعلم بشكل كبير، لكن ما نوصل إلى قيمة الدالة الصغرى بسرعة. طبعا هذه الدالة اللي دالة التكلفة متى نستخدمها؟ هذه الدالة نستخدمها لما تصير عندنا دالة بهالشكل هذا اللي يسمونها كونفكس، اللي عندنا تكون قيمة واحدة محلية عظمى، قيمة عظمى واحدة. يعني إذا هذه الدالة عندنا، هذه عندنا دالتين صغرى عظمى، ما نقدر نستخدم الدالة هذه عليها. وبعدين راح أقول أوضح كيف نقدر نتجنب هالمشكلة. طبعا الاشتقاق الحين احنا نقدر نشتق اشتقاق دلتا L دلتا 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 L X على دلتا W1، في اشتقاق لا نستخدم عن طريق استخدام التشين رول، بس ما راح نشتقها لان هي خارجة عن السكوب، بس راح اكتب النتيجة النهائية، هي تصير دلتا WL X على W1 هذه راح تساوي 2X WX1
زائد W0 minus Y. طبعا بالنسبة لل W0 راح تكون نفسها، بس إن إحنا ما عندنا قيمة X، فنشيل ال X هنا وتصير نفس النتيجة. يعني نمسح هذه وتصير عند، ونمسح هذه، هذه عندنا راح تصير قيمة DWZ. أحمد افتح المايك عشان أسألها إذا في عندها أسئلة أو شيء تقول لي عشان قبل ما نكمل. ايش انا افتح المايك خلاص انا ذا بسأل. عندك اسئله يا صفية؟ No, everything is clear, thank you. خلاص يعني اشرح بالعربي ولا بالانجليزي كمل؟ I'm so bad at talking in Arabic, but I can understand Arabic very well, so you can just proceed in Arabic. فاهمة اللي شرحته إلى الحين؟ ما في أي صعوبة yes. يعني؟ yes yes تمام thank you. فالحين إحنا المشكلة اللي شرحتها سابقا في مشكلتين قلنا. المشكلة الأولى إنه في عدة قيم دالات محلية صغرى، عندنا 10 9 8 7 6 1 2 3 4. فإحنا إذا لما نشتق الدالة وتكون قيمة موجبة فهذه دالة تزايدية، هذه هنا الموجبة. لما قلنا احنا تزايدية احنا شو نسوي لما تكون دالة تزايدية؟ معناها ننقص القيمة، فننزل من 10 إلى 9، من 9 إلى 8، من 7 إلى 6، لين ما نوصل إلى الدالة العظمى الصغرى. بينما إذا كانت سالبة هذه دالة تناقصية، وعشان ننتج الدالة العظمى الصغرى نقوم نزيد القيمة، فتزيد من 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4، لأن كل ما ننزل بالسالب يصير الجواب على لين ما نوصل إلى القيمة العظمى. فهنا نقوم احنا نزيد ننقص قيمة ال W، وهنا نزيد قيمة ال W. طبعا شو المشاكل اللي نواجه، كيف نتغلب على المشاكل هذه؟ الحل الأول في بعض، عند في ملاحظتين هنا على خزمينات دالة أصل التدرج. بعض الأحيان المشتقة تكون غير موجودة، مثلا دالة المقياس، والحل ذلك يكون بتقدير قيمة المشتقة. هذه الدالة لا يوجد لديها مشتقة، فإحنا نقوم نشوف قيمة تقديرية لها بالصفر. الحاجة الثانية إن لما يكون عندنا عدة قيم محلية صغرى على نفس النمط، هذه ما نقدر نوصل للقيمة العظمى الصغرى بسهولة. الحل يكون من خلال تغيير معامل التعلم اللي هو الألفا اللي كتبنا، هذا معامل التعلم. فلما نغير معامل التعلم مع كل نقطة جديدة ثم نقوم بزيادته بشكل مفاجئ، يعني احنا نزيده بشكل مفاجئ بحيث اننا اذا وصلنا الى قيمة صغرى محلية يمكن نتخلص منها ونروح للي بعدها، ونروح للي بعدها لين ما نوصل للقيمة العظمى الصغرى. طبعا في عندنا حاجة في البيانات اللي يتعامل معها التعلم العميق، في عندنا بيانات منظمة وبيانات غير منظمة. البيانات المنظمة تكون في جداول قواعد البيانات، ويتم من خلال استخدام التعلم العميق الحصول على معلومات مهمة جدا في الأعمال، ومثال على ذلك استخدامها في البنوك على التعرف على عمليات التحويل الاحتيالية. البيانات الغير منظمة تكون على شكل صوت أو كلمات، مثل في التسويق الحديث لدينا مثال على مسوق محتوى ومسوق منتجات ومسوق محرك بحث. ومن خلال خوارزميات التعلم العميق يمكن التعرف على الصور والمنتجات التي تحقق مبيعات أكثر أو الكلمات التي تحقق مبيعات أكثر، وذلك ليمكن استخدامها في عالة الاستهداف وعرضها على الإدارة العليا في التقارير الخاصة بالمبيعات. طبعا ننتقل للشبكات العصبية الترشيحية اللي راح نطبق الكويك لابس عليها. هذه تستخدم في مجال رؤية الحاسب، تسمى شبكات عصبية ترشيحية أو conventional neural network. تطبيقاتها مثلا في المجال الصحي لمساعدة في عملية التشخيص الطبي، حيث تعمل الخوارزميات تعلم الآلة من خلال التعلم العميق على مساعدة أخصائي الأشعة في التعرف على نتائج المسح الخاصة بالأشعة. أيضا من المجال اللي لقت نجاح فيه استخدام الشبكات العصبية الترشيحية هو تمييز الوجوه والجمادات والإشارات المرورية. طبعا ما راح اروح بالتفصيل الممل كيف تعمل كل طبقه لان هذه تحتاج ساعه كامله لحالها، فراح اتكلم بشكل مبسط جدا شنو العمليات الاساسيه في الشبكات العصبيه الترشيحيه.
طبعا عندنا اربع عمليات تجري على الشبكه العصبيه الترشيحيه عشان تعمل على معالجه الصور، وهي واحد الالتفاف او الترشيح، اثنين انعدام الخطيه، ثلاثه التجميع او اخذ عينات فرعيه، اربعه التصنيف ويكون في الطبقه الكامله للاتصال. بكذا انا انهيت القسم النظري و والبرزنتيشن انهيتها، بنتقل للتطبيق العملي على كويك لابس. فراح اعطيك يا سوفيا يا سوفيا البرزنتيشن عشان تطلعين عليها في وقتك، عشان لما تحبين ترجعين الكلاس راح ارسلها لك في ال... هذه البرزنتيشن بامكانك ترجعين لها عشان اساس انك تستفيدين منها. طبعا شاهدتها وها جايه، شاهدت تفضلي هذه البرزنتيشن اللي انا سويتها عشان تستفيدين منها. طبعا الحين راح احنا ننتقل الى تطبيق عملي على منصه الكويك لابس. انا راح اسوي انا ميوت حق الكل، واللي عنده سؤال يتفضل يسالني. في سؤال يا سوفيا؟ في سؤال يا شهد قبل ما ننتقل للكويك لابس؟ انا خلاص احنا خلصنا القسم النظري، الحين راح نطبق عملي على الكويك لابس. احمد شوف في سؤال عندهم ولا لا على اساس ان انا ننتقل للكويك لابس. لا ما عندي اسئله. معلش ما ادري اتكلمني. يا مي ايذر، اي هاف نو كويشنز. طيب خلاص راح انتقل انا على الكويك لابس. طبعا في الكويك لابس راح نسوي نشتغل على حاجه اسمها اوبجكت ديتكشن. باستخدام تنسر فلو. بس ننتظر يعطيني اللاب. نوعا ما في بطء في التصفح، ما ادري شو المشكله. طبعا هذا اللاب اللي راح نشتغل عليه مع بعض. طبعا هذا اللاب ايش راح نسوي؟ راح نستخدم التعلم العميق، وراح نستخدم الشبكات العصبية الترشيحية عشان نتعرف على الأشكال في الصور. طبعا الصورة اللي راح نتعرف عليها هي عبارة عن بنانة عند أبل، صورة تفاحة، موزة. هذه الصورة راح نسوي تطبيق سطح مكتبي، وراح نفتحها على سيف سيرش، راح نفتحها على موقع آمن بس، وراح نسوي آلة افتراضية، والآلة الافتراضية هذه اللي نسويها على منصة جوجل السحابية، راح ننزل عليها برنامج تنسر فلو، وراح ننزل عليها نماذج مدربة للتعرف للأشكال، عشان ان احنا ما نحتاج ان احنا ندرب اي حاجة، بس باستخدام النماذج المدربة الجاهزة هذه يتسهل علينا نتعرف على الصور. طبعا في بداية الامر احب اسأل الحضور، انتوا اشتغلتوا قبل على منصة كويك لابس ولا اول مرة تشوفونها؟ أساس إذا أول مرة تشوفوني راح أشرح لكم التفاصيل فيها. It's my first time. أوكي، فراح أشرح لك أنا شنو الكويك لابس. الكويك لابس هي عبارة عن منصة جوجل حق نتعلم عليها، فما راح أبدأ اللاب أجل. أولاً بداية الموضوع، هذه منصة كويك لاب، هذه فيها كويستات. الكويستات هذه كل ما تخلصينها تحصلين باج. ها انا تقدرين تحطين الباج على اللينكدين او بحيث انك تشوفينه. طبعا انا حاليا هذا
الملف اللي يشوفونه الناس فيه انا خلصت، كل لاب تخلصينه يعطونا اشباع مجاني. طبعا كل لاب يتكون من مجموعه من اللابات، كل كويست تتكون من مجموعه من اللابات يتطلب انهاءها اكمال مهام معينه، لما تكملين المهمه المعينه تحصلين الباج. فانا اكملت عده لابات سواء في تعلم الاله وسواء في 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 علوم البيانات او في الحواسيب السحابيه او معالجه الصور. طبعا اللاب اللي راح نستخدم في لاب تعريفي، انت بدام انك اول مره تعملين تتعرفين على الموضوع هذا، فانصحك في البدايه اول ما تبدين تشتغلين على اللاب هذا اللي هو اسمه Machine Learning APIs. هذا مهم جدا تتعرفين عليه. بس اول لاب تبدين فيه Google Cloud Essentials عشان تتعرفين شنو هذه المنصه تشتغلين عليها وشنو طبيعه عملها. راح نرجع حق اللاب اللي راح نشتغل عليه وراح تفهمين ان شاء الله اكثر مع التطبيق. طبعا هذا اللاب اللي راح نبدأه نضغط عليه. طبعا اللاب كل لاب مؤقت، فانت اقرأ التعليمات الموجوده، في هنا تعليمات موجوده في اللاب تنزلين تشوفينها، موجوده تعليمات تعطيش عن اللاب، هذه باللغه الانجليزيه التعليمات موجوده. وطبعا كل ما تنجزين واجب من الواجبات الموجوده في اللاب تحصلين نتيجه. طبعا احنا عندنا مهمتين نسويها، اولا نسوي تشغيل للآلة الافتراضية، والحاجة الثانية ان احنا ننصب ونشغل التطبيق اللي على شبكة الويب. فعشان نسوي هذه راح نتبع خطوات معينة. كل لاب قلنا مؤقت، مثلا هذا اللاب مدته 45 دقيقة، فأول ما نبدأ نضغط Start Lab أو بداية المختبر. طبعاً هنا عشان نثبت إنه مش أنا روبوت، وراح استخدم الاشتراك اللي أنا معي على المنصة. طبعاً بدينا عندنا كل لاب في يوزر نيم خاص فيه، وفي كلمة سر، وفي رقم مشروع معين. إحنا نستخدمهم هذيلي عشان ندخل على منصة جوجل، فنضغط Open Google Cloud Console. فأول ما تفتح عندنا نستخدم use another account، ندخل اليوزر نيم والباسورد. فندخل اليوزر نيم وندخل الباسورد. بعدين نضغط accept. بعدين نروح على confirm. اللاب قاعد يفتح معانا. فهذه هي الواجهة حق منصة جوجل. لهذه فنضغط اجري اوافق على الشروط والمواصفات، وبعدين احط I would like to receive، بعدين agree and continue. فعندنا هنا المنصة هذه، عندنا هنا الانترفيس اللي نستخدمه، في عدة انترفيس. هذا أهم حاجة اللي هو الذكاء الاصطناعي، هذه الـ AI platform. فهذه هي الـ Artificial Intelligence platform. أول ما نبدأ فيها لما ندخل عليها نروح نراجع اللاب نشوف شنو طالب منه في البداية. طبعا هنا التعليمات تقرأونها في وقت الفراغ. طبعا احنا دخلنا اوريدي على الحساب، سوينا هذه التعليمات كلها. طبعا اول خطوه نسويها هو كيف نفعل الكلاود شير، او زي ما تقولين هذه الكوماند ويندو، هذه الشكل على شكل نص مثلث مع سهم تحت صغير، نضغط عليها عشان نفعل الكلاود شير. فنضغط continue عشان ندخل عليها، فيفتح عندنا الكلاود شيل. عشان طبعا راح نستخدمها عشان نفتح
طبعا فتحت عندنا الكلاود شيل الحين، احنا لما نتعرف على شنو اليوزرز اللي نستخدمهم فنكتب الامر الاول جي كلاود اوث ليست، فنكتب هنا جي كلاود اوث ليست بالعربي يعني من هو الليستة اللي قاعدة تستخدم الحساب جوجل كلاود، هو راح يعطينا من هو الموجود. طبعا الموجود هذا الحساب حقه الستودنت اليوزر نيم اللي انا داخل فيه نفسه هذا، فما عندنا الا يوزر واحد اللي هو هذا. طبعا اتبعنا الخطوه الاولى واعطانا اياهم. طبعا راح كيف نطلع اسم البروجكت اي دي؟ نكتب جي كلاود، جي كلاود كونفيج كونفيج بروجكت ليست، كونفيج ليست بروجكت، فيعطينا هذا الموجود، هذا البروجكت اللي هو الموجود هنا، هذا هو نفس البروجكت. حابين اكمل وياكم ولا لا اوقف؟ السلام عليكم تفيا، حاب اكمل؟ يس يس اوكي اوكي. فعندنا اولا هنا نستخدم تنسر فلو. تنسر فلو هو مجال مفتوح من باسم جوجل نستخدمه حق بناء خبر، حق بناء نماذج تدريبيه بحيث تستخدم في تعلم الآلة. فإذا أنت حابة تبنين برامج أشياء تدريبية تدربينها استخدمي التنسر فلو. طبعا في عدة إصدارات منها، منه اللي راح نستخدمه 2X. في عندنا الحاجة الثانية راح نستخدمها في اللاب هي Object Detection API. طبعا هذا في عندنا واجهات تطبيقية تستخدم لتحديد الأشكال فراح نستخدمها. داخل هذا Object Detection لازم نستخدم نماذج مدربة جاهزة أو pre-trained object detection models. طبعاً في عدة نماذج نستخدمها ورحنا راح نستخدم واحد من اللي محطوط لنا هنا. طبعاً الفكرة ما فيها هنا، إحنا عندنا لابتوب قاعد أشتغل عليه أنا، راح نرفعها إلى تطبيق على شبكة الويب. هذا التطبيق في الويب يسوي دخول على حاجة اسمها Compute Engine، هذه آلة الذكاء الاصطناعي في جوجل تستخدم للتعرف على الصور وتعطينا نتائج تحليلية للأشكال. طبعا هذا يتكلم عن البري تريند مودلز اللي جاهزة، النماذج المدربة الجاهزة. في عندنا عدة نماذج مدربة طبعا ناس مدربينها هذه وتقدرين تطلعين عليها وموجودة في الجيت هاب كثير منها. في عندنا SSD Mobile V1 Coco، عندنا SSD Inception، في عندنا RFCN ResNet، وعندنا Faster RCNN، وعندنا Faster RCN V2. طبعاً الخطوة الأولى المطلوبة منا في هذا اللاب إن إحنا نسوي آلة افتراضية. عشان نسوي آلة افتراضية هو حد لنا المعايير، نروح على Compute Engine أو محرك الحاسب، محرك الكمبيوتر، ندخل على الـ VM Instance أو الحالات حق الـ Virtual Machine، وبعدين نسوي لها صناعة. طبعاً عندنا الكورس عشان ندخل عليها نروح هنا نكتب هنا نكتب كمبيوتر. طبعا هنا هذه أي شيء نبغى نحصل فيه نقدر نحصله. راح هنا نسوي add إضافة آلة افتراضية، هذا نسوي الخطوة الأولى المطلوب فيها ونحطها زي ما هو طالب منا باللاب. طبعا نغير الكور من الحاجة الأولى اللي طالبها منا إن إحنا نسميها باسم البروجكت.
machine type select from customize. أول شيء هذا نروح أول شيء custom. هذا سوينا أول حاجة طالبنا منه. الحاجة الثانية اللي طالب منه إيش؟ الكورس من واحد نغيرها إلى أربعة. الكور عندنا اثنين، هو يبغاها كم؟ يبغاها أربعة تصير، يبغى يزيدها نزيدها أربعة. والميموري نحولها إلى اثنين، طالبها اثنين، من ثمان من 15 ننزلها إلى ثمانية، طالب نقلل لنا الميموري إلى ثمانية. فهنا نحقق الطلبات اللاب في البداية. فهنا جبناها ثمانية. أيضا لازم نفتح الجدار عشان يسمح بال HTTP traffic. هذا طبعا البورت، نفتح البورت إنه allow HTTP traffic. هنا نفتحها بالضغط على allow، هذا فتحنا الترافيك. طبعا الحين لازم ندخل على الخيار ده، خيار الإدارة، الأقراص، الشبكات، الـ SSH key، وبعدين نروح على خيار الشبكة. هذا هو. فاحنا اخترنا الخيار اللي يبقيهم. الحين نضغط على خيار البنسل. هذا النتورك انترفيسز. لازم نحط هذه المعلومة هنا. هذا قاعدين ننشئ آلة افتراضية ونحدد، نسوي لها ريزيرف عشان نسوي الآلة الافتراضية. طبعا هذه الآلة الافتراضية راح ننزل عليها التنسر فلو، راح ننزل عليها الاوبجكت ديتكشن اي بي اي، وراح ننزل عليها ايضا البري تريند موديل عشان نتوقع بالشكل. بعد ما خلصنا نضغط اصنع كرييت. طبعاً تأخذ وقت عشان نسوي لونش. طبعاً تأخذ وقت. طبعا هنا اعطانا جرين مارك، يعني ان الاله الافتراضيه تم انشائها. هذه لما ننشئ الاله الافتراضيه نحصل نصف الدرجه من اللاب. فهنا عندنا انجزنا 50 من 50 وانهينا الجزء الاول بنجاح، حصلنا 50 من 50. طبعا لما نحصل درجه كامله لازم نحصل 100 عشان نحصل اكمال اللاب. تحصلين 80 ما تكملين اللاب، لازم تكملين ال 100. طبعا الحين راح ننتقل إلى صفحة اسمها SSH أو Safe Search أو البحث الآمن عشان نبدأ ندخل المعلومات الآلة الافتراضية اللي راح نسويها. هذا نوصل له من هنا، موجود هنا في النهاية عشان نبي نسوي كونكت عليها. تفتح عندنا SSH. طبعا في تعليمات راح نتبعها هنا في اللاب، فنحتاج الشاشتين. فأول حاجة، أول حاجة ندخلها هي السودو هذه عشان نغير اليوزر المستخدم حاليا.
فهنقول sudo minus i. فغيرناها الى الروت، رجعنا الى الاصل اصل الحاله. قبل ما معلومه نحن قبل ما ننصب اي برنامج نسوي عمليات تحديث، فامر التحديث في لينكس هو apt minus get update. هنا اوامر احنا قاعدين نستخدم اوامر لينكس، فاحنا اول شيء في البدايه نحدث عندنا المكان، نحدث الاله الافتراضيه. وبعد ما حدثنا الاله الافتراضيه شو نسوي؟ نحط فلاسك. الفلاسك هذه ايش مهمتها؟ ايش تكون كوعاء يعني حق ننزل فيها التنسر فلو. فنستخدم الامر pip 3 install flask. طبعا نسيت انا اسوي الخطوه اللي قبلها اللي هي اول شيء ننزل الكومبايلرز. الكومبايلرز مهمه عشان تفتح الاشياء الموجوده في الفلاسك، فننزل الكومبايلر او تكون الاشياء. فلازم نتبع الخطوات واحده بواحده، ما نقدر نخط الخطوه ونصل للخطوه اللي بعدها. فاول حاجه هي عباره عن تنصيب الكومبايلرز، فيها الاكس ام ال فايل حاجه مهمه. والحاجه الثانيه ننزل الفلاسك قبل ما ننزل التنسر فلو. طبعا كل هالعمليات هاي قاعده تصير في الاله الافتراضيه اللي احنا سويناها قبل شوي على الكمبيوت انجن او محرك الحوسبه. طبعا تمت فعل الخطوه الاولى، الحين نسوي تنصيب. يعني ننزل الحين تنسر فلو. طبعا هنا سوينا الفلاسك، فنقوم ننزل التنسر فلو. راح يكون فيها بيب 3 لان تنصيب على طول بيب 3 تنصيب بيب 3 تنس. ونختار الفيرجن، اخترنا حق نوع التنسر فلو رقم 2. فاحنا لما ننزل تنسر فلو نروح ندخل على الملف اللي يحتوي على التنسر فلو بعد ما ننزله، فنكتب cd لا زال عملية تنصيب تنسر فلو تجري، فننتظر.
طبعا ياخذ شوي مده نوعا ما بحسب سرعه الاتصال عندنا. أحمد يا ريت تشارك مع الحضور الجدد البرزنتيشن سلايدز عشان يستفيدون منها. اوكي اوكي تمام يعطيك العافيه. طبعا هذه المحاضره مسجله وراح تنزل على اليوتيوب، اللي ما لحق او شيء يقدر يتابعها على اليوتيوب، ان شاء الله راح نعلن عنها على حسابنا في تويتر. طبعا هنا تمت عملية التنصيب، إن شاء الله تم الموضوع. طبعا نصبنا عملية التنسر فلو، فنروح نرجع للملف، دخلنا على الملف الموجود فيه اللي راح ننزل فيه النماذج أو تنسر فلو مودلز. فطبعا هذه موجودة في الجيت هاب، فراح نسوي نعمل لها كلون من جيت هاب إلى الآلة الافتراضية حقتنا اللي سويناها. فنقوم ننزلها من الجيت هاب إلى الملف عندنا، وبعدين راح نروح حق مكانها على أساس إن احنا نفعلها. فندخل CD Models Research، راح نبحث عنها، هي موجودة في الريسيرش، وهذه نقوم نفعلها الحين هنا عشان بعدين نقوم نحمل النماذج الكوكو داتا سيت والشغلات هذه اللي قلنا عليها قبل شوي. طبعا في البداية نستخدم Mac Directory أو Mac Dir اختصارا لها. فقاعدين كل نسوي الخطوات هذه على أساس إن إحنا بالأخير إحنا لازم نسوي هذه الخطوة، أظن إني ما سويتها. أرجع سويت هذه الخطوة خلاص. فنروح للمكان التمبرري CD temp. بعدين الحين في احنا قلنا عندنا SSD موبايل نت، وعندنا SSD انسبشن، وعندنا RFC ريزنت، والفاست راس CNN. فنقوم نسوي كوبي وننزلهم. طبعا من بين الخيارات الموجوده هذه الاربعه راح نستخدم احنا الريزنت 101، راح نستخدم هذه الريزنت. فعشان نستخدمها ندخل الامر هذا. بعد ما سوينا الامر هذا نروح نقوم نطلق الويب ابلكيشن او التطبيق اللي على شبكه الويب.
ندخل على السيدي هوم في البداية، بعدين نقوم ننزل ال web application. وراح نعمل له تنصيب، وبعدين راح نسوي الخدمه الاخيره خدمه تحديد الاشكال. وبعد ما نسوي خدمه تحديد الاشكال راح نطلقها، وراح بعدين نجرب كيف اشتغل معنا ولا ما اشتغل معنا. نصب التطبيق. طبعا كل العمليات هذه قاعده تصير باستخدام التنسر فلو، بس ما يحتاج ندرب اي حاجه، لان اوريدي عندنا مدربه، عندنا اشياء جاهزه مدربه، فاحنا قاعدين نستخدم اشياء جاهزه. عملية إطلاق التطبيق. نبدي عملية تحديد الأشكال. طبعاً كذا نكون أتممنا. الحين إحنا نبي نعرف نتأكد إن سويناه ولا ما سوينا. باقي لأن ما بعد ينتهي هنا. ننتظر شوي. طبعا تأكد كملنا اللاب احنا، بس كانت مشكلة قبل شوي في الدا هذا، حصلنا المية. ولازم ندخل الحين الباسورد واليوزر نيم. هذا اليوزر نيم نستخدمه، هذا الآلة الافتراضية اللي سويناها في اليوزر نيم، وهذا الباسورد نستخدمه ندخله. طيب احنا سوينا تطبيق سطح، تطبيق على الويب، دخلنا عليه. الحين نرفع الصورة اللي قبل شوي نشوف هل هذا التطبيق اللي سويناه يتنبأ بالأشكال في الصورة أم لا، ونشوف مدى قدرة فعاليته. طبعا هذا شكل مبسط جدا، فممكن إذا نحط عدة أشكال ما راح يعطينا دقة عالية. هذا بس يتوقع حق أشكال بسيطة جدا، صنفين يعني. فكل ما دربنا الكلاسيفاير اكثر كل ما يعطينا نتائج افضل. الكلاسيفاير هذا محدود حقنا. طبعا استبدل الصوره الاصليه بالابل، عرفنا ان هذه تفاحه طلع لنا شكلها، وهذه موزه بنانا، فهو قام سوى تحدد الاشكال اللي في الصوره. وهذا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.